بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين. ايتما ديستما اسكوا سمين القدر سلهنا الصاح تذتزل السيد عامل صاحب الجلالة والوفد الموافق السيد رئيس الجماعة الحضرية البرلماني للمحمدية السيد رئيس الجمعية رئيس الغرفة الصناعية لجهة البيضاء السادة المنتخبون السيد السادة ممثل الجمعية الثقافية والرياضية التجار أرباب المقاولات والمقاولات المواطنة رجال الصحافة المرئية والمسموعية والورقية والإلكترونية يشرفني باسم جمعية التجار المحمدية للتنمية والتضامن أن أرحب بكم وأن أتقدم إليكم بأحب التهاني وأصدق المتمنيات بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 1965 آملا أن تكون سنة يسر وسلام ويمن ورخاء على بلدنا المحبوب في ظل قيادة عاهلنا المفدى أعز الله ونصره. كما أتمنى لكل أمازيغ العالم التوفيق والسداد أينما حلوا وارتحلوا. أيتها السيدات نلتقي في هذا الفضاء الجميل مسرح المرحوم عبد الرحيم بوعبيد للاحتفال بهذه المناسبة التي تؤرخ لذكرى راسخة سجلت في التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز. إنها ذكرى ليلة يناير ترجمتها إلى العربية ليلة يناير الذي يصادف بداية رأس السنة الأمازيغية. فما هو يا ترى تاريخ إذي يناير؟ يجمع الباحثون والمؤرخون على أنه لا يوجد تاريخ مضبوط ومتفق عليه بخصوص بداية رأس السنة الأمازيغية، إلا أن الكثيرين يربطون هذا التقويم الأمازيغي بواقعة انتصار زعيم الأمازيغ شيشنق على الملك الفرعوني عام 950 قبل الميلاد، حيث تمكن من الانتصار على المصريين واحتلال دلتا النيل وتأسيس الأسرة الأمازيغية الثانية والعشرين التي حكمت مصر قرابة قرنين من الزمن. في المقابل هناك طرح آخر يقول إن الفراعنة استعانوا بالملك الأمازيغي إوكليد من أجل استتباب الأمن في البلاد بعدما عمت القلاقل والاضطرابات وضربت الفوضى أطنابها. ومهما يكن من أمر فإن هذا الطرح أو ذاك يؤرخ كلاهما لحضارة ضاربة قدم وبسط نفوذ في أهم مناطق المعمورة. من جهة أخرى
هناك اختلاف أيضا حول يوم الاحتفال برقص السنة الأمازيغية، فهناك من يحتفل به يوم 12 يناير، وهناك من يحتفل به يوم 13 يناير، وهناك من يحتفل به يوم 14 يناير. وفي المغرب يتم الاحتفال برقص السنة الأمازيغية يوم 16 يناير الذي يتزامن مع بداية السنة الفلاحية، وفي ذلك من الرمزية ما يؤكد ارتباطهم الوثيق بالأرض والتشبث بها. وهذا اليوم يشكل يوم فرح وسعادة يلتقي فيه الأمازيغ مع ثقافتهم وهويتهم التاريخية. لكل هذا فإن يوم 16 يناير يكتسي أهمية بالغة ويستحق أن يخص بالترسيم من لدن دواليب الدولة. Yeah.
I'm the one.
ابو طه الدهيني عايز نسى عايز كل ما تنسى اشحر ولا ما تسيرك زنا عايز ان يكمل الجزاء يشكد يندع في بين يدك ونفسك اسياد جده كسر ازراء خمس احزاب الدكان خمس احيك الحجريه عايز نسى كحتر بيه انا جاي تفوق الخير إذا إليك القضوات إليك القضوات والنفط